السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، معكم محمد فرج الله من تونس عبر مدونة ذا ديفلوبر. في حلقة اليوم أصدقائي سنتطرق إلى كيف يمكننا جلب أي سيريال أو أي كراك لأي برنامج. لذلك كل ما علينا فعله أصدقائي نقوم بتحميل البرنامج عبر الرابط الذي سنجده بالمرفق بالفيديو، ثم نقوم بفك الضغط على هذا البرنامج بالضغط بالزر الأيمن، ثم نضغط اكسترير هير. بعد فك الضغط أصدقائي على البرنامج سنجد هذا المجلد باسم كراكل 4.0. نقوم بفتح هذا المجلد ثم نفتح البرنامج كما تشاهدون، ونضغط أوكي لمشكلة. فكما تشاهدون يعني هنا هذا هو البرنامج، هنا لاختيار الكراك أو السيريال. فمثلا سأختار السيريال. هنا أصدقائي جميع المواقع التي تريد البحث فيها، فمثلا سأضع تودس، وهذا يعني في جميع المواقع. مثلا سأقوم بالبحث عن سيريال عن فوتوشوب وأضغط سيرش. كما تشاهدون يعني هنا أصدقائي أخرج لي يعني العديد من السيريالات، وننتظر أصدقائي لحين ما يتم البحث. أولا الآن أصدقائي بعد انتهاء البحث كما تشاهدون يعني لدينا العديد والعديد من السيريالات لمجموعة من برامج الفوتوشوب يعني لاستخراج السيريال. نقوم بالضغط مثال هنا، نضغط مرتين، وكما تشاهدون السيريال لدينا في الأسفل. كذلك أصدقائي إن كنتم تريدون البحث عن أي برنامج فقط تقومون بالضغط هنا وتقومون بكتابة البرنامج، ثم نضغط سيرش وننتظر لحين ما يتم البحث. يعني هذا هو برنامج كراكل الشهير جدا، وهو يساعدنا في البحث عن سيريالات ويوفر لنا العديد من التعب. في الأخير أصدقائي